برجعنا معكم مستمعاتي مستمعينا تباعا مع فقرتنا كيف ما علمت عليها من البدايه، ولكن الناس يلا انضموا لنا ما فيها بس نعاود نذكر دائما موضوع فقره صحه لحلقتنا ديال اليوم الاثنين. مشكور بطبيعه الحال الاهتمام ديالكم، مشكورين على التواصل ديالكم وعلى طرح هذه الاسئله لانكم نتوما اللي عطيتونا الفكره باش نناقشوا هذا الموضوع. صراحه تكيس المبيض اللي ولا كثير وشائع في السنوات الاخيره، دور التغذيه اكيد دور مهم في تحسين يعني اكيد هذا المشكل هذا ملي كناخذوا العلاج ضروري ما تيقول واحد النمط تغذيه مهم انك تتبعه. هاتي علاش انه اليوم حاضر معنا مشكوره الاخصائيه في التغذيه العلاجيه مريم حاتم، مرحبا بك. بونجور، صباح النور. صباح النور وبداية اسبوع ان شاء الله موفق لينا كاملين. ميرسي اغانمون. اكيد انه تكيس المبيض ولا موضوع كثير، ما كاينش اسره ما تلقاش فيها وحيده ولا سيده كتعاني من هذا الموضوع. اربعه من خمسه من كل 10 ديال النساء هم دابا مصابين بالتكيس المبيض. ناخذ فكره شويه، هو متلازمه كتصاب بها النساء في سن البلوغ. من أهم الأسباب ديالها هما السمنة أو لا الوزن الزائد. الوزن الزائد، الوزن الزائد كان فرق بين الوزن الزائد والسمنة. الوزن الزائد هي نسبة معينة من الوزن الزائد في الكور ديالنا، كتوصل لواحد النسبة معينة كانوا اللي نسميوها أوبيزيتي ولا السمنة. وكنعرفوا اضرار ديال تكيس المبيض على الحياه ديال السيده، على الهرمونات ديالها، الانجاب ديالها، وكتدخل في واحد الخانه لان خاصها تلقى العلاج. اضافه للتريتمون اللي غتاخذ مع الطبيب المعالج هو طبيب النساء اللي كيكون المؤهل والمختص، كاين كذلك نمط تغذيه خاص اللي خاصها تباشر به وتاخذه. اكزاكتومون. اول حاجه خاصنا نفهموا قبل من يعني لا باسيون فاش كتجي خاصها تفهم بعدا كاين شنو علاقه عندها هذا التكيس المبيض بالمرض ديال ماشي مرض هو بالسمنه او لا الوزن الزائد. أول حاجة هو بحد ذاته المتلازمة كيسبب زيادة في الوزن. زيادة في الوزن. وديجا هو واحد من أهم الأسباب اللي كيسبب المتلازمة هو زيادة الوزن. يعني ولينا في جوج الحوايج يعني كيكملوا بعضياتهم. حاجة كتكمل على الأخرى. إكزاكتومون. تكيس المبيض فاش كتجي عندك لاباسيونت عندها خلل في التوازن ديال الهرمونات ديالها، في الأندروجين، في الأنسولين، تيكون عندها اضطرابات ديال الأكل، كيكون عندها مشاكل ديال المزاج، زعما تقلبات المزاج، المود سوينغز. فاش كتجي لا فام عندها النسبه ديال الاندروجين عاليه اللي هو الهرمون الذكوري اللي هو السبب ديالو هو هاد المتلازمه ديال التكيس المبيض، هاد الاندروجين تيسبب لينا شي حاجه سميتها مقاومه الانسولين او لا ريزيستانس دانسولين. اشنو عندها علاقه؟ تقول لك مريم شنو هي عندها علاقه الانسولين بزياده الوزن ولا صعوبه في النزول ديال الوزن ديالنا؟ احنا فاش كناكلو النشويات كيمشيو للجهاز الهضمي ديالنا، فاش غادي يمشيو للجهاز الهضمي ديالنا كيتفكوا بطريقه مبسطه غادي نشرحها. كيتفكوا فاش كيمتصوا الامعاء ديالنا ولا المعده ديالنا كتمتص هاد الجلوكوز خاصو الانسولين باش يمشي للخلايا. وهذه هو مصدر الطاقه ديال الجسم ديالنا، المصدر الطاقه باش نتحركوا. حنا وجالسين حنا وناعسين خاصنا طاقه. هو اول مصدر واهم مصدر للطاقه في الجسم ديالنا يعني عبر الخلايا هو الجلوكوز. هاد الانسولين كتشد في هاد الجلوكوز، تشد ليه في يديه، كتمشي باش ديه لهاد الخلايا. فاش كيدخل لهاد الخلايا كيعطينا هذيك الطاقه. هاد الانسولين ما كتقومش بالدور ديالها، دونك هذاك الباب ما كيتحلش باش تدخل هذاك الجلوكوز. الجسم ديالنا شنو كيدير؟ الخلايا ديالنا شنو كيدير؟ كيبقاو يصيفطوا دي ميساج ولا دي سينيو للدماغ ديالنا. ما عنديش طاقه، في الجوع، بغيت ناكل، خاصني الماكله. ما يصبرش عليك، ما غاديش لوكوم غادي يصبر. ردت فعل غادي تمشي تاكلي، غادي تمشي تاكلي دو بلوس. غاتاكلي اشنو؟ داكشي اش كيقول لك مثلا لا فام اللي كان تكون عندها البي سي او اس ولا تيكون عندها الاو بي كا اللي هو تكيس المبيض، الا اونفي دو سكر، كتبغي تاكل السكر اكثر. علاش؟ حيت الجلوكوز ما وصلش للخلايا. داكوغ. دونك عندنا الانسولين ما كتوصلش، ما كتقومش بالدور ديالها. اشنو كدير؟ كترجع للدم. فاش غادي ترجع هي للدم هذيك الانسولين، غيولي عندنا نسبه عاليه من الانسولين اللي هي هايبر انسولين، وكيكون عندنا نسبه عاليه من السكر. داكشي علاش كيكون عندنا خطر الاصابه بالسكري من النوع الثاني. اولا المراه الى طرق وحملات مع هاد لو سيندروم سكري الحمل، سكري الحمل اكزاكتومون، او كدير اجهاض تلقائي. صحيح، هذه حتى هي وحده من الخطوره اللي كيسببها الا مشات لا فام سي جامي حملات وهي عندها هاد لوبيكا، كيطرا كيكون عندها خطوره بانها دير هادشي كامل.
ويمكن غنلخصوا الحلول والعلاج في ان تقاد نمط التغذيه ديالها. نكملوا بعدا كي الشرح ديال هادي ونعطيو الحلول باش الناس تفهم. حيت كاين الناس اللي كيجيو عندكم وما فاهمينش. دونك فاش كتعطيهم لو ريجيم تيقولك ريجيم صافي شنو هي حميه غذائيه ولا اصلا هما كيخافوا من لي ريجيم. دونك فاش كتمشي عندنا هذيك الانسولين كتطلع لعندنا كيولي عندنا شي حاجه سميتها مقاومه الانسولين. ودو بلوس هذيك مقاومه الانسولين ونسبه الانسولين اللي طالعه عندنا في الدم كتسبب لينا بانه الهرمون المختص بانه يفكك لينا لي ليبيد ولا الدهون اللي عندنا في الجسم هذاك تيتمنع مع الانسولين في الحالات العاديه. فما بالك الا كانت عندنا لو طو دو الانسولين عالي بزاف فهمتي. دونك تتولي عندنا تكسير الدهون صعب جدا ما تيتكسروش تيتزاد الوزن وصعوبه في ان نحتل درنا اي ريجيم. دوك اللي كيدخلوا الانترنت وكيقاو اي ريجيم ويلا وضعافي 7 ايام و14 يوم وما شنو داكشي و30 كيلو صعوبه في نزول الوزن ما كيطراش عندنا هذاك النزول الوزن. هذه هو العلاقه بين اللوبيكا او التكيس المبيض والصعوبه في فقدان الوزن ولكن ماشي مستحيل. ما خاص لا فهم تفهم بانه ماشي مستحيل. كاين طرق عديده بانه نتبعوها النوعيه ديال النشويات النوعيه ديال البروتينات النوعيه ديال الدهون. خاصنا اخصائي تغذيه هو اللي يدير هذا لو ريجيم ماشي ندخلوا حنايا الانترنت ونجيبوا اي ريجيم ونبداو نضعفوا بطريقه غير صحيه كنخسروا غير الماء من لو كور ديالنا وكنا في لوبيكا صدقنا في حوايج اخرين. عاده في البروتوكول العلاجي مع طبيب مختص طبيب النساء توجهها مثلا تشوف تغذيه وتشوف مختص تغذيه باش تكمل العلاج ديالها ولا كيكون سيده حدا عندها البعض توجه حيت بجوج كملوا بعضياتهم. بيان سور العلاج يعني لو تريتمون ميديكال عنده دور كبير بزاف أكيد. يعني بلا بيه ما نقدروا نديروا حتى حاجه ولكن الا خدينا حنا هذا لو تريتمون وما فقدناش الوزن ما درنا والو ما درنا حتى حاجه وخاصنا نفقدوا الوزن بطريقه معينه. راه ماشي بقات غير في يلا انا ضعفيت 2 كيلو في السيمانه نو سي با سا دو تو. راه خاصنا نختار نوعيه الاكل. راه كاينه النوعيه ديال الاكل اللي اصلا كتحسن من هذوك لي زانفلاماسيون اللي كيطراو عندنا وداك الشيء. يعني خاصنا مثلا باغ اكزومبل يعني الاوميغا 3 هو انتي انفلاماتوار يعني غادي يساعد في هذاك الالتهاب اللي عندي انا اصلا. دونك هذا الشيء اللي خاص الناس يعرفوه ماشي نقصنا لي كالوري ضعفينا 2 كيلو في السيمانه وما تحسناش. دونك التريتمون ميديكال تيكمل يعني مكملين ليهم بجوج. التريتمون ميديكال تيكمل النظام الغذائي والنظام الغذائي تيكمل لو تريتمون ميديكال جوجهم عندهم دور اكيد. حنا الاهم عندنا هو المراه تحسن وانه هذا الموضوع ما يتفاقمش معها كثير ما تحسش باحباط لانه الحاله النفسيه هي كتلاحظ دور في المساله اضطرابات الاكل. فحنا دائما فاتحين خطوطنا للاستشاره مع الاخصائي ديالنا العلاجيه خصوصا في التغذيه. مهمه جدا هذه النقطه هذه نوعيو بها المستمعين ديالنا انه راه كاين هذا التخصص خاص فقط لنظام الاكل المناسب لكل نوع حاله حاله. ماشي انت كتبع هذا الاكل فاتا انا غادي نقلد ولكل شخص ولكل شخص. يعني هذه خاصني نتايا نشير ليها بانه الناس مثلا كتعطي لو ريجيم اون باسيونت كتمشي تعطي مثلا صاحبتها ولا جارتها ولا ايتترا سي با بيان. كل شخص عنده نسبه معينه من نسبه الحرق يعني الميتابوليزم داكوغ. دونك كل واحد كيتحسب ليه الميتابوليزم ديالو. كل واحد عنده حساسيه مثلا من بعض الاكلات. كاين مثلا انا مثلا نقدر انا نهضم اللاكتوز باغ اكزومبل انت ما تقدريش دونك ما نقدرش انا داك لو ريجيم نعطيه لشي حد اخر انديفيدوي. نقدر يكون انت باغ اكزومبل وحده عندها سكر تيب 1 وحده الاخرى ما عندهاش وانا عاطيها داك تيب 1 على حسب الانسولين اللي كتاخذها على حسب الدوايات ديالها على حسب شحال من حاجه. هذه حتى هي نقطه مهمه. طيب تنشكرك صراحه على حضورك معنا مشكوره ودائما احنا راه الاشاره من خلال تواصلكم معنا وتفاعلكم حول هذا الموضوع. الا كنتي كتعاني من تكيس المبيض درتي استشاره عن طبيب ديالك طبيب النساء وقال لك راه فعلا انت عندك هذا الموضوع وبغيتي تعرفي تفاصيل اكثر ما كاين حتى مشكل على الراس والعين على ارقامنا 0522 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. مريم حاتم اختصاصيه التغذيه العلاجيه حاضره معنا اليوم باش غادي نحاولوا نتكلموا على المسموح والممنوع. اكزاكتلي ندخلوا شويه في النوتريسيون فوالا نمط الاكل ديالنا في التكيس المبيض. شنو اللي مسموح؟ نبداو بالمسموح. نبداو بالمسموح نبداو دغيا بالمسموح ولا اللي بغيتي الممنوع اللي بغيتي. الوغ كاين نوعين من العلاج الغذائي ديال الاوبيكا ولا التكيس المبيض. عندنا تنتبعوا الصيام المتقطع. صيام متقطع يعني بحال رمضان يعني كنصوموا 16 ساعه كنفطروا 8 السوايع ولكن ديك 8 السوايع الناس كيمشيو غالطين كيف كيسحاب لك تيقول صافي انا راه صايم 16 ساعة هذيك 8 سوايع ناكل اللي بغيت اللي بغيت نو هذيك 8 سوايع كنقسموا فيها الوجبات. خاص كل وجبة
تكون فيها لي ماكرو اللي هما النشويات البروتينات والدهون بنسب معينه على حسب كل شخص، وثلاثه الوجبات وجوج ديال لي سناك ولا جوج ديال لي كولاسيون ضروري في هذيك 8 سوايع. كل غيقول لك لا بزاف عليا، لا ما كاينش بزاف، كاين بانه خاصنا نعودوا الجسم ديالنا بانه يحرق باش تحسن لينا اوموان العوارض ديال التكيس المبيض. عندنا النوع الثاني من العلاج هو هذا نشرحهم اون ديتاي بجوج. النوع الثاني هو نسبه قليله من النشويات، كننزلوا النسبه ديال النشويات ماشي كنمنعوها، كنقللوا منها، كنقللوا منها، ممنوع نحيدوا النشويات. الو خانه النشويات شنو فيها؟ نشويات يعني الحبوب يعني الخبز يعني كاين بعض الخضار اللي فيهم السكر النشويات وكاين السكر العادي لي جو باغ اكزومبل داكشي ديال الكوكاكولا جو سي با المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه مهم ما نذكروا الاسماء. المشروبات الغازيه هادو هما النشويات، هادو فيهم كاملين النشويات، دونك تنعطيو نسبه قليله وكتختلف من شخص للثاني. حيت كاين الناس مثلا اللي يقدر يهضم هذاك النوع من النشويات اللي غادي نعطيه داكور، كاين واحد الاخر لا، كاين واحد مثلا ما خاصنيش نعطي انايا باغ اكزومبل القمحه الكامله ولا مثلا الخبز كومبلي، كاين واحد خاصني نعطي انا مجبوره بانني نعطي الخبز ابيض بحال مثلا المرضى الكلى خاصهم شي ياخذوها. حنا غادي نمشيو كيف قلنا بشويه بشويه باش المتتبعين ديالنا يفهمونا وغادي ياخذوا ان شاء الله معنا نصائح. مشكوره حبيبتي على حضورك معنا مريم من جديد. غادي نمشيو معنا الستاندر معنا جوج ديال المكالمات. كيظهر لي معنا حنان. حنان من الصويره. حنان من الصويره مرحبا بك. بعدا حنان انت عندك الاوميغا 3 مزيان، الصويره كاين سردين عندنا الاوميغا. الاوميغا 3 مزيانه. حنان مازال معنا؟ صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور لله. مرحبا بك حبيبتي، نشرفوا باسم كريم. واش معنا حنان؟ هي لله. مرحبا مرحبا حبيبتي، مرحبا بك. كتوصل معنا من الصويره ياك؟ هي لله. عندك مشكل ديال التكيس المبيض؟ ايه. هي مرحبا، وشنو سؤالك المختص ديالنا؟ تفضلي ها هي معك مريم. السؤال ديالي هو شنو الريجيم غناخذ، حيت انا ما عطوني لا ريجيم لا والو. ما عطاوكش الريجيم؟ لا. داكوغ، كتاخذي الدوايات بيان سور. لا ما كنخدمش، كنت كنخدم حتى قال لي تويت العمليه صافي. داكوغ. نورمالمون خاصك تشوفي دكتور الاخصائي الامراض النسائيه والتوليد كيعطيك ان تريتمون. هذاك نتصل مع حنان. ولكن شكون اللي قال لها عندها تكيس مبيض مادام ما مشاتش عند طبيب مختص؟ قالت لك مشات لعند الطبيب. ايوا مشات لعند الطبيب عندها تكيس المبيض، نورمالمون تكون تبعت تريتمون ولا وقفاتو. لا بلوفار لا بلوبار دي فام كيمشيو عند الطبيب كيعطيهم هذاك لو تريتمون تتقول لك صافي عياني هذاك لو تريتمون درني في راسي جو سي با كوا. كاين الناس اللي مشاكل ماديه باغ اكزومبل ما تقدروش يتبعوا العلاج اي تو للاسف قطعات، خاصني نعرف واش عندها الوزن الزائد. ولكن اون جينيرال اون جينيرال بعدي على الخبز الابيض. الخبز الابيض ما خصناش ناخذوه. لي سباغيتي ما خصناش ناخذوهم. البطاطا حتى هي نبعدوا عليها. الناس كيمشيو غالطين في واحد الحاجه كيقول لك صافي خصني ناخذ الالياف، يعني خصني ناخذ بزاف ديال الخضره ولا بزاف ديال لي فروي. لي فروي كيحق لينا جوج ديال الحصص في النهار، يعني باغ اكزومبل الا كنهضروا على التفاح هي تفاحه وسط جوج المرات في النهار. الا كنهضروا مثلا على الموز، الموز خاصنا ناخذو وحده موين، او السناك الثاني ناخذو مثلا نتفاحة موين جوج المرات في النهار، جوج الحصص ماشي جوج طباصل في كل حصه. وبالنسبه للدهون تبعد على الدهون مثلا السمن، الزبده، الزبده البلديه. كل صباح نفطر انا بجوج ولا ثلاثه ديال الكيريات والفرماج الفرماج العاديين. وبالنسبه للبروتينات خاصنا نركزوا على البروتينات. بزاف الناس تقول لك لا، كنسمعها بزاف بان اللي عندي تكيس المبيض كنبعد على البروتينات. لا هذا غلط، واخا خاصنا ناخذ نسبه معينه ديال البروتينات. اللحم، الدجاج، كاين البروتينات حتى في الحبوب، ولكن نحتاج الحبوب عندنا المشكل ديال النشويات ما نقدروش ناخذهم بزاف. دونك اوني اوبليجي ناخذ الحوت، الدجاج واللحم، وتا هو عنده طرق ديالو، ماشي مثلا الدجاج باغ اكزومبل خاصنا ناخذ الجلده اللي فوق منه. واخا غادي نمشيو مريم حبيبتي ستاندار معنا اتصال نسمع السؤال. الو السلام عليكم. الو
تاع الاتصال. طيب مع درام المستمعه اللي تواصلت معنا، ودائما تنذكر بارقامنا الخطوط اللي هي 0522 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. مرحبا بكم معنا، وسلامي لكل المتتبعات ديالنا. اكيد حاضر معنا مريم حاتيم، اختصاصيه في التغذيه العلاجيه، غادي نتكلموا كذلك على واحد النقطه مهمه، ولكن بعد فاصل موسيقي خفيف ومن بعد راجعين. خليكم معنا 10 و30 دقيقة على مواجهتكم أم أف أم. صدقوني حركة هنا ما كتوقف شيء، دائما يعني زملاء والزميلات اللي بغي يدير شي حمية واللي بغي استشارة يجمع لنا اليوم. ياك مريم، مرحبا بك مريم حبيبتي. مريم حاتيم اليوم مختصاصية ديالنا أكيد في التغذية العلاجية، حاضرة معنا باش نتكلموا ونقربوا المستمعات ديالنا. مشكل ديال تكيس المبيض، هذا المشكل اللي قلنا أنه أكثر منه نفسي أكثر منه عضوي، يعني نقولوا عضوي راه كتبع المظاهر الخارجية اللي كيسببها التكيس المبيض، بحال مثلا الاكني، حب شباب، الكثافه ديال الشعر اللي كتكون في مناطق نورمالمون لا فام ما خصهاش تكون عندها، يعني في الوجه باغ اكزومبل، في هنايا بحال كتولي عندها بحال الحياه، وداك الشيء هادشي كامل كيأثر على النفسيه، والوبيزيتي اون بلوس والوزن الزائد كيخليها ما مرتاحاش وما حاملاش على شكلها اون بلوس. تقلبات المزاج اللي هي السبب ديالها هو هذاك عدم الانتظام ديال الدوره الشهريه. اكيد على ذكر الدوره الشهريه، كنعرفوا لانه تكيس المبيض تعطينا اضطراب في الدوره الشهريه. Exactly. مره كتكون غزيره بزاف، او بعض مره تنقولوا انها كتجي قليله بزاف، ولكن السيده اللي كتجيها كثيره بزاف تتخاف من فقر الدم، تتقول لك انا عندي نزيف وكنخاف انه لا يوقع لي مشكل ديال فقر الدم، هل من علاقه؟ ماشي ديما المرأة اللي عندها تكيس المبيض غيجيها فقر الدم، ولكن باش نتفاداو هذاك فقر الدم وندخلو في مشكل اخر، ديما لو ميدسان الاختصاصي كيعطي لو فيغ، كيعطي لو فيغ الحديد اللي هو ما غادي يضرب حتى حاجه، كيتعطاو حسب كل شخص، حسب الوزن ديالو، حسب العمر ديالو، حسب الحاله الصحيه ديالو، كيتعطى. ما ندخلش في زعما كاين في لو تريتمون ميديكال، ولكن كيتعطى كسوبليمون، و اون بلوس دو سا حتى في التغذيه ديالنا حنايا كندخلوا هذاك الحديد اللي كاين في الماكله باش نتفاداو هذاك المشكل. الالياف والخضر الورقيه وتقدر تقول ضروري تاخذهم. حنا كنهضروا على الاطعمه مضاده للالتهابات، ياك تكلمنا النشويات وعطيتي تفسير فيها، غادي نكملوا حديثنا. النشويات بغيت نشير لواحد النقطه، كاين واحد النقطه بانه الناس كيفكروا بان صافي راه نقصت من النشويات، صافي راه درت لي عليا نقصت الخبز لي بات وداكشي، راه كاين حتى النوع ديال النشويات اللي كتاخذهم. يعني انا مثلا الا كليت مؤشر الجلايسيمي خاصو يكون نازل، كاينين النشويات المؤشرات المؤشر الجلايسيمي تيكون عالي واللي تيكون منخفض، هادوك المنخفض هما اللي خاصني ناخد منهم في هذه الحاله ديال هذه المتلازمه، هما اللي خاصني ناخد منهم نسبه النشويات اللي خاص لا فام تاخذها. دونك مثلا عندنا بيان سور اكزاكتومون، مثلا فلي فروي اللي دات مؤشر غلايسيمي، هذا احسن فاكهه بان دات مؤشر غلايسيمي منخفض، يتفاح، تفاح، لي فريز، البطيخ، ماشي بطيخ اللي احمر، الدلع. وبالنسبه لل يعني الخبز وداكشي كل شيء خاصو يكون اسمر، يعني ولا كومبلي، حتى من الروز ما ناخذوش هذاك الروز الابيض، هذيك بسمتي، هذاك الروز الابيض داكو، هذاك ما خصناش ناخذوه، خصنا ناخذ الروز اللي كيجي حتى هو بالقشره ديالو الكومبلي، وهادو هما اللي دات المؤشر الجلايسيمي المنخفض اللي خصنا ناخذو منهم نسبه معينه وحسب كل شخص. يعني ماشي اي باسيونت نقدر نعطيها مثلا 200 غرام بار جور، لا، راه حسب الوزن ديالها، حسب العمر ديالها، حسب الحاله الصحيه ديالها، حسب مثلا الا عندها مثلا ديابيت باغ اكزومبل، حسب الانسولين اللي كتاخذها، حسب الدويات اللي كتاخذها، بزاف العوامل كتلعب باش نحسبوا نوصلوا لديك النسبه ديال كل شخص شنو خاصو ياخذ. طيب مريم معنا في الستوندار، معنا مكالمه، نمشيو نكشفوا شكون صاحبتها وغادي نشوفوا السؤال ديالها كذلك، ونرحبوا بها في حلقتنا ديال اليوم، وحنا حديثنا مازال مستمر. مليكه، مرحبا بك مليكه. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي، مرحبا بك، الله يبارك فيك. الحمد لله لله. بغيت نسول، كاين عندي واحد البنيته دابا راه لاج ديالها 22 وكان في الاول كانوا كيجيوها لي ريغولي، يعني واحد من وصلت لواحد قولي 16 ولا 17 بداو لي ريغول كيمشيو ليها بشويه بشويه، يعني نوبه 6 شهور، نوبه عام، نوبه هذه. المهم ديتها عند جينيكو وشافها، عطاني قال لي خصها تشوف، عطاني شي تحاليل درتهم ليه، ومن بعد قال لي خصك تشوفي مع اندوكرينو
وديتها عند اندوكرينو وتبعت درت ليها كاع جميع التحاليل كلهم كاع اللي طلباتها. فالتالي قالت لي المشكله ديال بنتك ماشي اندوكرينو, خصك ترجعي عند الجينيكو. مني رجعت عند الجينيكو عطاني واحد تريتمون دارتها وقال لي هذا الشيء اني قال لها عندك لي زوفير بوليكيستيك وقال لها هذه قال لي هذه راه زيادة خلقية زعما فيها العلاج ديالها ما كاينش ومني تجوج وتبغي تولد غتجي ما يكونش عندها بروبليم. ودابا انا خايفه تكون عندها شي بروبليم ديال انها ديال الانجاب وما عرفتش شنو ندير لان دابا اللي راه قال لك كيوصلوا حتى العام عام ونص عامين ما كيجيوهاش حتى العام عامين ما كيجيوهاش حتى العامين ما كيجيوهاش وهذا الشيء كيقلقني ما عرفتش شنو ندير. وهي نفسيتها كي دايره وهي نفسيتها في قرايتها شو كدرس مزيان غاده في قرايتها مزيان ايوا مزيان ولكن كتجيني وعندها الشعر بزاف في وجهها ماشي في وجهها لحمها كله وجهها شويه لا ولكن في لوكور ديالها عندها الشعر بزاف زايد. ما عطاهاش نظام هكا تغذيه معين تبع معاه نو ما عطاهاش حتى شي حاجه. المهم هذا هو اخر ما رجعت عنده. المهم قال لي هذا الشيء اللي غنقول قال لي نهار صافي قال لي سبا ماشي مشكل نهار تبغي تولد جاي عندي وندير لها دي تريتمون غتولد ان شاء الله. ما كاين دابا انت التخوف ديالك على قضيه الانجاب والولاد دابا التخوف ديالي على طريق الانجاب وعاد سي با نورمال ما يمكنش وحده توصل حتى لعام وعامين ما تجيهاش لي غير ما كتجيني كيجيني دي سوسي عليها. واخا هذا الشق هذا انا غادي غادي نوصلوا للدكتور ديالنا المختص دكتور عبد الوهاب زيزي كيكون معنا كل يوم اربعاء ان شاء الله. هذا السؤال هذا ما غنساكش لالا مليكه. ولكن بالنسبه للعلاج ديال التكيوس البنيته عندها تكيوس مبيض عندها تكيوس قالها لي الطبيب عندها تكيوس كتاخذ الدواء ديالها ياك؟ نعم سيدي نعم لالا سمحي كتاخذ الدواء ديالها؟ لا ما عندها حتى شي دواء. ما عندها حتى دواء دابا قال لها ما عندك حتى شي دواء ما كاينش شي دواء خداته وجاتها لي غاكل. ملي كتاخذ هي لي زغمون ولا كيعطيها بعض الادويه كيجيوها لي غاكل. ملي كتوقف ديك الادويه ما كيجيوهاش لي غاكل. واخا طيب فاش ممكن انه ضيفتنا اليوم لالا مريم تعاونك وتفيدك في نظام اكل بعد تغديتها كي دايره؟ كتاكل كل شيء؟ تاكل شويه خضار ولا والو؟ هذا السؤال. كل شيء كتاكل كل شيء سيرتو كتاكل السكر بزاف. انا كنقول نقصي السكر. السكر والوزن ديالها كي داير؟ عادي 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 يعني ما غليضاش بالعكس ضعيفه. شنو رايك لالا مريم تقدروا نعاونوا ماما مليكه؟ مقلقه مسكينة على بنيتها. مستحيل. السلام عليكم لالا. اول حاجه السلام عليكم. بالنسبه للبنت ماشي غليضه كيفاش عرفتوا بانها باغ اكزومبل ماشي غليضه ولا ما عندهاش مثلا شحمه كيف ما تنقولوا شحمه عادي ديالها يعني عندها لا واش تعبرات لا كريشه ما عندها عاديه زعما يعني الوزن ديالها ما بين 50 53 ما شحال ديال الطول ديالها؟ الطول ديالها حتى هو متر هكاك متر و 60 متر و 58 داكوغ. نورمالمون حتى في لي كا اللي تيكون فيهم لو كور ديالنا الوزن ديالنا مناسب للطول ديالنا تيكون عندنا تكيوسات المبيض. ماشي ضروري تكون لا فام عندها السمنه ولا عندها زياده في الوزن. ولكن قلتي لي انت بانها كتاكل كل شيء. راه هذيك المشكله ديال كتاكل كل شيء هذيك هي المشكله. كنهضر من والله ديال الدراري البنات دابا راك عارفه بزاف. لا ما خاصناش داكشي ما خاص دو تو سورتو الا كانت الماكله سورتو ديك المشكل ديال الماكله ديال برا. هذيك المشكل ديال الماكله ديال برا اللي هي الفاست فود ولا الاكلات الوجبات السريعه وداكشي داكشي كله تيخرج على لو كور تيخرج على تيسبب لينا مشاكل صحيه ثانيه. لو دكتور صيفطها عند لوندوكرينو يعني طبيب السكري وداكشي باش يشوف عندها نسبه الانسولين في الدم يشوف واش عندها خطوره بانها تصاب بمرض السكري الله يسمح. وبالنسبه للنظام الغذائي راه كيلعب دور واخا تكون ضعيفه راه واخا تكون تتبان لك ضعيفه وكتاخذ دواياتها بانتظام وكل شيء ومازال هذيك لا غير ما كتجيهاش ومازال عندها مشاكل وحتى تبغي تولد ما كتاخذش هاد الخدمه ما كتاخذش دابا ما كتاخذ حتى شي ادويه لان ملي كتاخذ الادويه اللي كنخرج لها الطبيب كيجيوها لي غير وقفه. ولكن علاش كتوقفهم؟
لا لا حيت قال لها صافي هو ما يمكنش تاخذهم افي ما يمكنش. داكوغ صامغ. المهم الدوايات يعني من الناحيه الطبيه الدكتور زعما هو اللي غادي يكون عارف هذاك الشيء ديال 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 لي ميديكامون ايتو، ولكن من الناحيه الغذائيه انا مصره بانه النظام الغذائي خاصو يتحسن، نمط الحياه خاصو يتحسن باش نساعدوا اموا في العوارض ديال هاد المتلازمه بانهم يخفوا، وحتى فاش تكون باغا تولد ولا باغا مثلا باغا باش تتزوج وباغا تحمل ايتو ما يكونوش عندها ديجا مشاكل صحيه اللي غتاخذ ليها واحد الوقت طويل ديال العلاج باش تولد. قبل من قبل من المشكل ديال الولاده وقبل من انها باغا تولد ولا باغا تتزوج جو سي با كوا، هي الصحه ديالتها هي بالذات اللي هي البنت، يعني البنت خاصة تكون هي في كامل الصحة ديالها بيسو، خاصة تكون في صحة جيدة باش ما ندخلوش في حوايج اخرين. الى باغ اكزومبل بقات عندها مثلا هي سبب ليها هاد التكيس المبيض نسبة عالية من الهرمونات الذكورية، تيطلع ليها الشعر بزاف في لو كور ديالها، النفسية ديالتها غادي تأزم، غادي ندخلو في دوامة اخرى نفسية احنا يبلغينا عليها. دونك النظام الغذائي انا مصره 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 بان النظام الغذائي واخا تكون ضعيفه خاصو يتبع وتغيير في نمط الحياه. كيفاش وحده مختصه شي طبيبه مختصه في التغذيه؟ بيان سور بيان سور بيان سور، التغذيه كتلعب دور حتى في النفسيه، راه التغذيه راه الماكله ديالتنا هي اللي كتلعب على المزاج ديالنا، كتلعب على تقلبات المزاج ديالنا، كتلعب على لو كور ديالنا، المظهر الخارجي ديالنا وكل شيء. اوكي داكوغ. لا ميرسي بوكو لالا. ماشي مشكل. وطبيب المعالج قال لها ما كاينش دواء ياك؟ لا قال لها خلقي عندك. قال لها خلقي وحمسناه. خلقي وقال لها من نهار تزوج وتبغيت ولدي جاي عندي ان شاء الله نتبع معك لي تريتمون اللي غتولي بهم. هذا الشيء هذا واش بالسالينا غير هي اوموا لالا اسمحي لي المقاطعه. لا تفضلي. غير هي اهم حاجه تبعد على السكريات. هذا الشيء كنعرف بانه صعيب وسورتو في هذا الوقت اللي حنايا فيه دابا. الناس اللي كتعرف واحد اكزاكتومون تبعد على السكريات، يعني مثلا هي دي موديفيكاسيون تري سامبل تقدر تبدل النمط ديال الحياه ديالها. تعديلات بسيطه. تعديلات بسيطه يعني حتى في النمط ديال الحركه، ماشي ضروري نتقيدوا في لاصال باش حنايا نتسماو راه كنديروا الرياضه، راه تعديلات بسيطه في النهار ديالنا في اليوميز ديالنا كتساعدنا بان في الدوره الدمويه ديالتنا في لو كور، كتساعدنا في افراز الهرمونات، التوازن ديال الهرمونات، في شحال من حاجه كتعاوننا. يعني مثلا بدل انا ما نطلع في لاسانسور، نكون مثلا ساكن في 3 ايطاج نطلع في لاسانسور نطلع على رجليه ماشي مشكل، حتى هذه كتحرق لي كالوري نزل على رجليه. غادا لخدمتي مثلا بدل ما نشد الطاكسي نمشي شويه على رجليه، يحطني الطاكسي بعيد ونتمشى شويه، راه كلكو موديفيكاسيون صافي وكتبدل كلشي. نمط الحياه كيتقاد صافي. السكريات الدهنيات اللي هما الزبده والطياب بالزيت الروميه وداكشي المقلي وداكشي تبعد عليه. حنا غنهضروا على الدهون. وتاكل دهون وتكثر من البروتيين ضروري. مهم اهم حاجه هي النشويات 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 النشويات، يعني كنهضروا حنا على الفخوي، كنهضروا على بعض الخضار والنشويه بيان سور، وتنقص من الخبز، ولا الا بغات تاكل كميه قليله ديال الخبز تاكلو اوموا يكون كومبلي. اوكي لالا شكرا لالا. مرحبا لالا. شكرا لك لالا مليكة، شكرا على المكالمه ديالك، وسلامي لكل الامهات اللي كيتبعوا معنا لبنياتهم فعلا، لهذا الموضوع شائع بكثير عند الفتيات، هالاضطرابات ديال الهرمونات ومشكل ديال التكيس المبيض. صراحه الا كنتي مصابه بالتكيس المبيض هذا هو الموضوع حلقنا ديال اليوم، غادي نتكلموا على النظام الغذائي المناسب لك، شنو اللي خاصك ديري باش تقادي كيف قلنا المسائل، وشنو الاشياء اللي محضور منها باش كتزيد الامر اكثر تعقيد. ضروري من استشارة طبية، ضروري من نظام أكل صحي ومناسب مع حركات بدنية اللي هنا نضروا عليها. طيب احنا غادي نتكلموا الأطعمة المضادة للالتهاب، تكلمنا على النشويات ياك مريم، وغادي نمشيو نتكلموا شوية على الدهون حتى هي. الدهون بحكم أنا هدرتي شوية على المقليات ودابا نمط الأكل كله دهون كله دهون. ماذا نفعل؟ بما أنه تيكون عندنا الوزن الزائد أو لا اللوبيزيتي ولا السمنة، يعني تيكون عندنا نسبة الدهون عالية في الجسم. فاش كيديروا لي زاناليز كيلقاو عندهم الدهون الثلاثيه تريغليسيريد تكون عاليه، الكوليسترول تيكون عالي، ما كاينش انتظام ديتو في يعني لا في الدهون ولا في السكريات ولا في حتى حاجه في الجسم، هي لخبطه في الهرمونات. دونك بالنسبه للدهون حتى هي تغييرات بسيطه
يعني من الماكله ديال الدار يعني ماشي شي واحد مثلا كيسمع الريجيم تيقول لك غادي يمشي خاصني نمشي نشري شحال من حاجه من السوبر مارشي و تيخافوا من هذاك الفكره ديال لو ريجيم. طياب الى بغا يكون طياب خاص يكون بزيت العود باغ اكزومبل. بغينا ناكلو البروتينات اللي هي كتحتوي على دهون، مثلا غادي ناخذو البقري بدل الغنمي، الدجاج باغ اكزومبل بدل الفخاد ديال ولا الجناح ديال الدجاج ناخذو صدر ديال الدجاج، نحيدو ليه الجلده، هذوك الطريفات اللي تيكونوا بيضين، هذوك اللي تيكونوا بيضين في صدر ديال الدجاج نحيدوهم، حيت نحتاج هذوك عباره عن شنو تيكونوا دهون. هذه بالنسبه للبروتينات. بالنسبه للاكل ديال كل نهار، حنا عارفين المغرب الزبده البلديه، الزبده العاديه، الاكلات السريعه، لي كرواسون، هذا خرج علينا اكلات على برا. اكزاكتومون، اكلات على برا. نمشيو نشريو نمشيو نشريو لي كرواسون باش نديرو لو غوتي، ضروري هذاك لو غوتي. غوتي راه فوق غلط، راه ماشي بلي كرواسون باتاي وبالحليب وبالزبده وجو سي با كوا كولاسيون، ولا هي لو غوتي راه خصنا نديروه بتفيفيحة ولا طبزة ديال البغرير ممكن ضروري، ولا شي مسمنات زوينين، ولا اللوز ولا القرقاع ولا شي حاجة تاع هما. اللوز والقرقاع هادو يعني دهون زعما صحية، ولكن ماشي نمشيو ناكلو كيلو ديال اللوز، نحط كيلو ديال اللوز ونحط فيه المقص ناكل في هذاك الكيلو ديال اللوز، لا كاين باعتدال، كلشي باعتدال. لا دابا لا ما بقاش مسموح لي ناكل كيلو ديال اللوز، كوني هاني. لا واخا غلا والله، كتشوفي الناس كيشريو كلشي كتحط كيلو ديال اللوز، ما كتفهميش داكشي. واللي خرج علينا كيف ما قلتي اش كنلاحظوا هادشي ولا في سن مبكر، هاد السمنة وهاد الزيادة في الوزن اللي هي كتسبب واحدة من المسببات ديال تكيس المبيض هو الماكلة برا. هاد الماكله برا حنا ما كنعرفوش شنو فيها، سيغمون هي ما غاديش يديوها فيك بيان سور، غادي يمشيو يطيبوا لك مثلا بزيت العود، ولا مثلا غادي يخفوا لك النسبه ديال الزبده، ولا ما يطيبوش لك بالسمن، ولا داكشي ما عارفينوش حنايا شنو فيه. تيكون فيه دهون غير صحيه بمعنى الكلمه، غير صحيه، وهاد لي صوص وهاد لي صوص لي صوص اللي كنعشقوها ناكلوها. بحال الناس كتمشيو كتقول لك انا ما كليتش السكر، كليتها كاتشوب، وراه كاتشوب كله سكر صح، وتيطلع لهم نسبه الانسولين، وكندخلوا في نفس الدوامه اللي هي الانسولين، كتطلع وكتمشي وما كيتفككش هذاك الشيء عندنا في الجسم، وكيتخمر عندنا في الجسم، وكيتحول الدهون، وسورتو في منطقه البطن. اش كتطلع دابا اغلبيه النساء ولات عندهم الدهون ديال البطن، تاش هي فاش كتاكلي انتيا السكر بزاف فين غتخزن؟ غتخزن كيتخزن، هو تيتخزن المحتاج به لو كور ديالك تيتخزن، ولكن داكشي اللي كيشيط الجسم ديالك خدا الطاقه ديالو، خدا المخزون ديالو، خدا كلشي، هذاكشي الاخر فين كيمشي؟ كيتحول دهون، كتمشي للبطن اول بلاصه كتمشي لها هي البطن. داكشي علاش ولينا كنلاحظوا النساء دابا كلهم نساء ورجال، نساء يعني هادي تاع النساء ورجال كيكون عندهم البطن دهون حدا البطن ديالهم. وبالنسبه للدهون كاينه نقطه مهمه، هي بما انه الاوميغا 3 هو عباره كنعتبروه حنايا اونتي انفلاماتوار ولا مضاد ديال الالتهابات، وفي هذه الحاله تيكونوا عندنا التهابات خاصنا نكثروا منه. كاينه واحد النوع ديال الحوت عندنا في المغرب سميتو الكابايلا، كابايلا، هذا الكابايلا هو زعما لا سورس ديال الاوميغا 3، هو نسبه عاليه من الاوميغا 3. ما لقيناش كابايلا، كان عندنا السردين، ما لقيناش السردين، عندنا انواع ديال السمك كلهم فيهم الاوميغا 3. هذا الا بغينا اوميغا 3 يمتص بشكل صحيح، وهو ديريكتومون كيتمتص، يعني ما خاصوش مجهود في لو كور باش انه يمتص. كاينه الاوميغا 3 مثلا في دهون صحيه زوينه، دهون صحيه بيان سور اوميغا 3، وتساعد في البشره، في الظفار، في الشعر، في كل شيء. كاين ريجيم تاعو النساء اللي تيكون عندهم مثلا تيكون عندهم حب شباب، ولا داك لاكني في الوجه، ولا في الظهر، ولا في العنق ديالهم، الاغلبيه تيقول لهم بعدوا على الدهون، ما تاكلوش الدهون، واخا بعدوا على الدهون الغير صحيه، ولكن الدهون الصحيه هذيك راه محتاج بها الجسم ديالنا، خاصنا نحافظوا عليها بنسبه معينه كتختلف من شخص للثاني. طيب ما تمشيش بالتي الدهون، غادي تمشي في خانتنا كذلك نهضروا على البروتينات، حتى هي البروتينات تاي داخله تاي يعني بجوجهم عندهم علاقه ببعضياتهم. الو فين نقدروا نلقاو اهم البروتينات الصحيه الزوينه اللي غادي تساعد هاد النساء اللي عندهم هذا المشكل ديال التكوس المبيض؟ كزدري على زعما اللحوم ولا البروتينات الموجوده في الخضار اللي بغيتي؟ يعني مثلا عندنا السبانخ، سبانخ عامره فيها البروتينات، البروكولي فيه البروتينات،
كاين الناس اللي تيقول لك صافي مصدر نباتي ماشي حيواني، مصدر نباتي حتى كاين الناس اللي ولاو نباتيين ولات بزاف كتشوفيها دابا كتشوفي الناس نباتيين. ولكن حنا خلينا في هذا لو سيندروم ديال لوبيكا ديال لوفير بوليكيستيك، 80% من النساء تيكون عندهم لوبيزيتي ولا سور بوا الوزن زائد. السبانخ مثلا عندنا لي بروكولي هادو دي سورس اللي فيهم البروتيين بشكل بنسبه عاليه وبكميات مزيانه اللي الجسم ديالنا يقدر يفككهم بكل سهوله، وفيهم فوائد تانية من غير يعني مليئين بالفيتامينات بالمعادن. يعني كنستافدوا ماشي غير من البروتيين، كنستافدوا من بزاف د الحوايج. هذه نباتيه. الا بغينا نهضروا على البروتينات اللي كاينه في اللحوم، عندنا بيان سور اللحم، عندنا بيبي، عندنا الدجاج، عندنا الحوت اللي هو الحوت نستافدو اي دي بروتيين، وبنفس الوقت من الاوميغا 3 من الدهون الصحيه اللي فيه. اون بلوس دو كنستافدو من الفيتامين، كنستافدو من المعادن ومن بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للبروتينات اللي كاينه في الحبوب هذه، انا شخصيا كنفضل بانني نبعد منها. علاش؟ حيت كاينين النساء اللي عندهم هذوك الحبوب اللي فيهم بروتينات كيسبوا ليهم النفخه ديال البطن. الناس ولاو عندهم حساسيه من هذوك الحبوب. اي اون بلوس دو سا ما تنسايش النشويات. يعني هذوك الحبوب يعني غادي نولي ندخلهم انا حتى في ديك النسبه النشويات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض. الاغلبيه ديالهم مؤشر الجلايسيمي ديالها غير منخفض. داكشي علاش كنبعدوا عليهم وكنعطيوهم نسبه قليله منهم، بحال مثلا العدس كنعطيو نسبه قليله سورتو لا فام اللي كتكون بحره دايره ايبوغاجي ولا شي حاجه ابخي زعما كاين مده طويله ما جاتهاش مثلا دم الحيض الدوره ديالها. طيب غادي نمشيو للممنوع اللي غير مستحب انه السيده اللي عندها مشكل ديال التكيس المبيض تاخذوا لانه يزيدها غير مشكل اكثر. شنو كتنصحي؟ الا كنا كنهضروا على بالنسبه للدهون، الدهون قلنا شنو خاصنا نبعدو. خاصنا نبعدو على الزبده، الزيت العاديه، الزبده بكاع انواعها، الفروماجات. ولكن باش نحدد الفروماجات، الفروماجات اكثر حاجه فيها الدهون الغير صحيه من كل الفروماج اللي كنلقاوهم صفرين. داكوغ. هذوك الفروماجات اللي كنلقاوهم صفرين تيكونوا فيهم دهون غير صحيه بالكل. نقدروا ناخذوا نسبه، حتى ما تقدريش تمنعي. كاين الناس اللي كيمنعوا كومبليتوم من شي حاجه، ما تقدرش تمنع. ناخذ جبن ابيض خفيف، الدسام خفيف، الدسام حتى هذاك الجبن الى قدرات لا فام باغ اكزام اون فوا بار سيمين تاخذو راه سي با غاف، راه ماشي مشكل. غير هي تكون متبعه نظام غذائي ولا حميه غذائيه في لا سيمين كامله، مره وحده بغات تاكل هذيك شي حاجه ماشي باسل. المهم ماشي كل نهار وماشي كل ساعه وكل وجبه حنا كندخلوا داك الشيء. المشكل الثاني هو كاين الناس اللي كيمشيو لداك الشيء ديال الاعشاب. داك الاعشاب ديال راه كيحيدوا التكيس المبيض وما عرف شنو داك الشيء، عندهم اسماء كثيره، هذوك غنبعدوا عليهم. علاش؟ حيت كندخلوا في يعني كاينين بعض الاعشاب مثلا اللي كيديروا لينا ديهيدغاتاسيون باغ اكزومبل، كنخسر الماء من لوكور ديالي. ديال داخل في علاج التكيس المبيض شرب الماء. شرب الماء هو شرب الماء اون جينيرال يعني ماشي قل من جوج ديال الليليتر في النهار. ولكن كاين النساء اللي كنحسبوا حسب، ماشي كاين النساء، كاع النساء، كاع الناس نساء ورجال، خاصنا نحسبوا حسب الوزن ديالهم، حسب الطول ديالهم، وحسب الوضع الصحي ديالهم. خاصنا نحسبوا لهم هذاك الماء. يعني مثلا مريض الكلى ما نقدرش نعطيه نسبه ديال الماء بحال اللي غادي نعطيها الانسان عادي. باغ اكزومبل الدري الصغير ماشي بحال الدري الكبير. داكشي علاش كان ثلاثه ديال الحوايج اللي كنتبعوهم، كنتبعوا الوزن والطول والعمر ديال لو باسيون، كنحسبوا بهم شحال خاصو ياخذ ديال الماء. ولكن اون جينيرال ماشي قل من 2 لتر، ما كاينش اللي كيخرج ليه قل من 2 ديال لتر في النهار. تقدري تكوني خاصك بزاف اكثر داكور، ولكن يعني المينيموم هو 2 لتر. النشاط البدني والحركه الجسم قلنا ضروريه ياك ابتسام. النشاط ما غاديش نحكموا عليهم ندير هذه الحركه ولا ندير هذا النوع الرياضه، ماشي ضروري يكون رياضه. ماشي ضروري
ماشي ضروري تحرك الجسم تحرك الجسم ديالك. كاينين الناس انا كاينين لي باسيونط اللي كيجيو عندي كيبداو غير بحركات ماشي حركات حركات في الدار زعما كاين غير المشي غير المشي كتمشي كنقول لها ديري لي غير اصلا اللي كيكون عندهم الوزن الزائد وتيكون عندهم لوبيزيتي ما تقدرش تعطيهم المشي بزاف ولا الجري ولا سيري ديري حركات يعني مثلا لي باسيون كنقول لهم مشيو ليا غير 45 مينوت باغ جور هذيك لي 45 مينوت باغ جور راه كدير واحد لا ديفيرونس هاي واحد 300 واحد 400 ديال لي كالوري مشات مزيان دونك يعني كيلكو موديفيكاسيون راه كيف ما قلت السيده اللي عيطات راه غير تغيرات بسيطه كتحدث الفرق ولكن ما تجيش وحده وتقول لي انا مستحيل نضعف حيتاش انا عندي تكيس ما يمكنش شي حاجه مستحيل مريم كيفاش نضبطوا الرغبات ديالنا الكثيره واللي كتكون واحد المقاومه فيها صعيبه هذا هو السؤال باش نختم عندي رغبتي والحاح جديد الذات ديالي كتقول لي كلي سكر خدي سكر كلي سكر باش نقاوم هذه الرغبه هذه او ناكل بزاف مثلا بالليل باش نقدر ندير التوازن شنو ندير الداس هذا هو الغلط هي الداس ديالنا انا ما كنطلبش لك شي حاجه الا انت عندك يعني عندك كميه كافيه في الكور ديالك يعني مثلا انا قلت لك بان الانسولين كتهز داك الجلوكوز كدير للخليه هذيك الانسولين باش طالعه طالعه بالنسبه ديال الاندروجين طالعه اللي هو المسبب ديالو هو هاد لوبيكا ولا لوفير بوليكيستيك راه الجسم الا هو ماشي بحاجه لهداك السكر راه ما غاديش يطلبوا منك ما غاديش يمشي للدماغ ما غاديش يقول لي راه انا فيا الجوع راه خاصني انا يا السكر يعني كاين شي حاجه غلط يعني مشي عند اخصائي ولا ميدسان اخصائي اللي حاسه براسي انا مثلا عندي لوفير بوليكيستيك ولا مثلا عندي ان اوتر بروبليم شوف حسب الاختصاص ولا نمشي عند شي واحد يوجهني عند من خاصني نمشي اكزاكتومون ومن بعد داكشي اللي هو اهم حاجه بلا ما نمشي زعما ماشي بلاش هو ضروري نمشيو عند الاطباء وكل شيء ونتابعوا معاهم ولكن اهم حاجه هو النظام الغذائي النظام الغذائي راه ماشي ضروري باش نضعف النظام الغذائي هو نمط حياه خاصنا كلنا نتبعوه غير حل لي مشاكل كثيره بيان سور انا الا كليت ثلاثه ديال مثلا انايا كمريم مثلا كليت ثلاثه ديال الوجبات ديالي في النهار معتدلين وبالنسبه ديال البروتينات وبالنسبه ديال النشويات وبالنسبه ديال الدهنيات على حسب الجسم ديالي وحسب الطول ديالي والعمر ديالي وخديت انايا لي دو سناك ديالي ولا دو كولاسيون ديالي وانا الجسم ديالي علاش غيطلب الماكله في الليل هل استمر على النظام فتره طويله ولا غير مده محدده بلا ما لقى تحسن وتجاوب مدى الحياه مدى الحياه نظام غذائي خاصو يكون مدى الحياه راه هو نمط حياه يعني ماشي واخا انا غندير انا ماشي تنقول لك ديري ريجيم باش تضعف ولا باش تغلط خلينا من هاد الخانه ماشي حرمان خاص الناس توازن واعتدال نقدروا مثلا المره الجايه نهضروا على النظام الغذائي نتصالحوا مع الفكره ديال النظام الغذائي الناس راه كتخاف من النظام الغذائي كتقول لك ضرني في راسي ما قادرش انا نتبع ما قدرش نتحملو عرفتي علاش حتى ولاو دوك لي ريجيم ديال 3 ايام ديال الخس الطون و3 ايام ديال التمر والحليب وانترنيت في 14 يوم خسري 20 كيلو جو سي با كوا هادو هما المشاكل اللي كيتسبب لي غلط وكتخلينا حنايا وي ار كريف يعني كن تن 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 تنوليو باغيين السكر بزاف باغا نوض في الليل انا ناكل ما بقاتش قاداني ديك الكميه ديال الماء ولكن مشينا في نظام غذائي انا كنتحدى اي واحد يمشي على نظام غذائي ويجي لعندي من بعد ويقول لي انا باقي كنتشهى السكر في الليل مثلا واخا حنا غادي نديروا اتفاق ياك ابتسام ان شاء الله في حلقتنا الجايه الا مريم الا كنتم متفقين مع هذه النقطه هذه مرحبا بكم معنا مريم حاتم اخصائيه ديالنا في التغذيه العلاجيه غادي تلبي الطلب ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على هذه المساله هذه ياك دائما مع نظام اكل صحي هذا هو الشعار ديالنا لعلاج عدد من المشاكل ماشي فقط غير نصالحوا مع الفكره صح فتحيتي لك شكرا لك مريم على حضورك معنا شرفتيني ميرسي بوكو انا تشرفت شكرا جزيلا لك حبيبتي على وجودك معنا غادي